آخر الاستعدادات الخاصة بانطلاق للجيجيتسو وباسمكم جميعا الذين يواصلون تقديم مختلف أوجه الدعم في العالم أبو ظبي. أيضا جيجيتسو من الأبطال السباقين فيه. كان في تحدي آخر أيضا أن استمرارية هذه البطولة واحدة من أهم البطولات أيضا لإلقاء الأقيمة وعنوان البطولة هذه وشفناها سابقا من خلال وأن الرعاة أمانة لهم دور كبير قاعدين ويحقق لنا الأهداف الرياضية اللي نحن نطمح لها العائد الإعلامي من خلال متابعة كل العالم رياضات كثيرة ثانية لأن الكل يتمنى أنه والتي تقام هنا في عاصمة الجوجيتسو العالمية أبو ظبي من 20 وحتى 26 من أبريل. سيدات والسادة، بطولة أبو ظبي في العالم أبو ظبي. سيدات والسادة، وتتواصل التغطية بشكل مكثف وكبير. أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمدربين وغيرهم. شكراً للأستاذ يعقوب السعدي.